السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نكمل الدرس في التفسير، وهذا الدرس رقمه 22. وهذا الدرس تقدم أن تحدثت عن تفسير سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وتوقفت عند قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطية، فليدع ناديا، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. يقول سبحانه وتعالى: كلا، يأتي هذا الحرف كلا الردع وزجر، ويأتي بمعنى حق ويأتي بمعنى أخرى. وهنا في قوله كلا إن الإنسان ليطغى، يعني حقا إن الإنسان ليطغى. فالله تعالى يقول مبينا الأسباب التي تحمل الإنسان على الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد. ومن ذلك قصة نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه، كما قال الله لما عصوا وأغرقهم الله، قال تعالى: إنا لما طغى الماء، يعني زاد الماء عن حده، حملناكم في الجار، يعني بالسفينة، إلى آخره. فالطغيان مجاوزة الحد. فالله تعالى يقول مبين الأسباب التي تحمل الإنسان على الطغيان: كلا إن من شأن الإنسان وطبعه أن يطغى إذا كثر ماله. كلا يعني حقا إن الإنسان من طبعه، كلا إن الإنسان لا يطغى، يتجاوز حده بالذنوب والمعاصي، وقد وأيضا يحصل منه أن ينكر نعم الله عليه إذا رآه استغنى، إذا استغنى بماله، أن يطغى إذا كثر ماله، ورأى نفسه غنيا بما أنعم الله عليه مستغنيا عن غيره بذلك. فالله تعالى يقول كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالله بعد ذلك يتوعد هذا الشخص المتصف بتلك الصفات المذمومة أنه إذا أغناه الله طغى وتجبر وتكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى، وتكبر على خلق الله، وتوعده الله فقال في قوله: قال ثم يتوعد الله من يطغى ويعظه فيقول: إن إلى ربك يا محمد المرجع المصير. قل لهذا الشخص: يا نبي الله، هذا الذي إذا أغناه الله تكبر عن عبادة الله وتكبر عن عباد على عباد الله، أن مصيره ومرجعه إلى الله سبحانه وتعالى، أن إلى ربك الرجعة. ثم يقول تعالى معجبا نبيه صلى الله عليه وسلم من حال شقي من الأشقياء وأمثاله، قال سبحانه وتعالى: أرأيت، قال تعالى أرأيت، يعني أخبرني، ما يعني متعجبا يقول: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، وهو محمد عليه الصلاة والسلام كان يصلي عند الكعبة، فأتى أبا الحكم الذي يسميه قومه أبا الحكم، وهو أبو جهل وهو فرعون هذه الأمة، قال: لئن رأيت محمدا يسجد عند الكعبة، لأن صلاته صلى الله عليه وسلم تؤثر بكفار قريش وغيرهم. فتوعده أبو جهل أبا الحكم، يقال له أبا الحكم لأن قومه كان يحتكمون إليه، والرسول صلى الله عليه وسلم سماه أبا جهل وهو فرعون هذه الأمة.
فتوعد النبي صلى الله عليه وسلم من رآه يصلي عند الكعبة قال لأطأن عنقه، زعم ذلك وهو لا يستطيع. فحصل مرة من المرات أنه أتى ليفعل هذا التهديد، وأقسم باللات والعزى وهي الأصنام التي يعبدها من دون الله، فأقسم أن لا يطأن عنق محمد. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يسجد عند الكعبة اقترب إليه ليؤذيه كما توعد وكما حلف باللات والعزى، فإذا بخندق من نار بينه وبين أن يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تراجع. فالله تعالى يقول أرأيت الذي ينهى، فيقول تعالى معجبا نبيه عليه الصلاة والسلام من حال شقي من الأشقياء وأمثاله، أرأيت يا محمد يعني أخبرني أرأيت هذا الطاغي أبا جهل الذي ينهاك عن الصلاة، فماذا لو كان هذا العبد المنهي عن الصلاة على استقامة وسداد في صلاة لربها وكان آمرا بتقوى الله؟ كيف هذا؟ عجب، كيف أبو جهل فرعون هذه الأمة هذا الجاهل ينهى عبدا إذا صلى وهو محمد صلى الله عليه وسلم ينهاه أن يصلي لله رب العالمين، كيف يكون هذا؟ عجبا. أرأيت يا محمد هذا الذي كذب بالحق، وهو أبو جهل وغيره طبعا، هذا الذي كذب بالحق وأعرض عن اتباعه، ألم يعلم بأن الله مطلع عليه وعلى أفعاله وأقواله؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ ثم توعد الله هذا الشقي وغيره ممن اتبع سبيله ولف لفه، فقال تعالى متوعدا هذا الكافر الشقي كلا لأن لم يتوقف عن نهي محمد عن الصلاة لنأخذن بناصيته، الناصية هي على الرأس مما يقرب الشعر على الرأس، لنأخذن بناصيته إذلالا له، تلك الناصية الكاذبة في أقوالها عندما قال أبو جهل لأطأن عنق محمد إذا رأيته يصلي عند الكعبة، الخاطئة في أفعالها عندما أقدم على الفعل فالله حمى نبيه وعصم نبيه صلى الله عليه وسلم من يصل إليه أحد من الكفار. ثم يقول تعالى متهكما من هذا الكافر فليدعو أبو جهل أهل مجلسه من قومه وعشيرته، قال سبحانه وتعالى فليدعو نادية، اللام هذه يقول أهل العلم إنها لام التحدي، فالله سبحانه وتعالى يقول فليدعو أبو جهل، هو الذي يحتكم إليه عند قومه وعنده نادي عنده عشيرة وعنده قوم، فقال فليدعو نادية، هذه لام التحدي، فليدعو ناديه. طيب، والله سبحانه وتعالى يقول سندعو الزبانية وهم ملائكة العذاب، ملائكة العذاب ليسوا بالأمر الهين، غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم، هل يقارنون بنادي أبو جهل وعشيرة أبو جهل وقوم؟ لا يمكن أبدا، شتان بين الثرى بين السماء والأرض والثرى والثريا. فالله تعالى يقول فليدعو ناديه سندعو الزبانية. ثم قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام يا محمد يا محمد بن عبد الله لا تطع أبا جهل ولا غيره، كلا لا تطعه واسجد، يعني صلي لربك الله رب العالمين واقترب من ربك، وفي قوله واسجد واقترب لأن أقرب ما يكون العبد في صلاته لربه وهو ساجد كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فالله يقول كلا لا تطعه واسجد واقترب. في قوله سبحانه وتعالى فليدعو ناديه سندعو الزبانية، قال أن توعده الله سبحانه وتعالى أن يأخذه بالناصية، يعني في الدنيا وفي الآخرة، وكلا المعنيين صحيح. أما في الدنيا فقد أخذ الله ناصية أبا جهل فرعون هذه الأمة، وقتل شر قتله في معركة بدر، وأما في الآخرة فالله سبحانه وتعالى يقول فيؤخذ المجرمون بالنواصي والأقدام، الله يأخذ المجرمين يوم القيامة بالنواصي والأقدام فيكبون في نار جهنم، صلى الله عليه وسلم والعافية. ثم يقول تعالى متهكما من هذا الكافر فليدعو أبو جهل أهل مجلسه من قومه وعشيرته ليستنصر بهم ونحن سندعو ملائكة العذاب الغلاظ الشداد. ثم يأمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يداوم على عبادة ربه وأن لا ينقاد لنهي هذا الكافر، فيقول كلا لا تطع يا محمد في نهي لك عن الصلاة ولا تبالي به واسجد لربك في صلاتك واقترب منه. ف
فالله تعالى يقول كلا إن الإنسان ليطغى، يعني ما هكذا ينبغي أن يكون الإنسان، أن ينعم عليه ربه بخلقه وتعليمه ثم يكفر به ويتجاوز حده ويستكبر على الله. فقال تعالى، قال تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أي أرأيت يا محمد هذا الطاغية أبا جهل الذي ينهى عبدا لله ومحمد عليه الصلاة والسلام إذا صلى لله سبحانه عند الكعبة، أرأيت إن كان على الهدى، أي ماذا لو كان هذا العبد وهو محمد المنهي عن الصلاة على استقامة وسداد في صلاته لربه، أو أمر بالتقوى، أو كان آمرا بتقوى الله والحذر من سخطه وعذابه، وأنت يا أبا جهل تزجره وتتوعده إن صلى، فكيف يجدر ذلك بمن تلك صفته؟ أرأيت إن كذب وتولى، أي أرأيت يا محمد هذا الذي كذب بالحق وعرض عن اتباعه. وفرق في 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 نعم، قال ألم يعلم بأن الله يرى، أي ألم يعلم بأن الله مطلع عليه وعلى أفعاله وأقواله وسيجازي على ذلك. ثم توعد الله أبا جهل قال كألا كلا حقا لئن لم، أو كلمة ردع، إما تكون للردع أو يكون زجر وردع أو تكون معنى حق، كلا لئن لم ينتهي عن هذا النهي لمحمد صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية، أي ليس الأمر كما يقول هذا الرجل أبو جهل، وأقسم لئن لم يتوقف عن نهي محمد عن الصلاة لنأخذن بمقدم رأسه ذلالا له، كما قال تعالى يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وقد أخذ الله أبا جهل فرعون هذه الأمة في معركة بدر في الدنيا، وفي الآخرة سيأخذه رب العالمين. قال كلا لمن تهى لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة، أي لنأخذن بتلك الناصية الكاذبة في أقوال الخاطئة في أفعالها. فليدع نادية ناصية كاذبة خاطئة. العلماء يفرقون بين كلمة خاطئة وبين مخطئ، فالخاطئ هو الذي يفعل الشيء عن تعمد مثل ما فعل أبو جهل، فالله توعد قال ناصية كاذبة خاطئة، يعني أنه كفر بالله عن عمد، وهذه الناصية كاذبة خاطئة في أقوالها وفي أفعالها. أما كلمة مخطئ فهو أن يفعل الشيء لكن عن غير عمد، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام عوفي عن أمة الخطأ والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ففرق بين خاطئة وهي التي تفعل الفعل عن عمد وهو المتوعد من الله، وفرق بين مخطئ وهو الذي يفعل الفعل عن غير عمد، ومنه قول الله تعالى عن غير عمد لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، قال الله قد فعلت. قال سندعو الزبائن، أي ونحن سندعو ملائكة العذاب الغلظ الشداد إذا اندعى أبو جهل قومه، كلا لا تطعه يا محمد واسجد واقترب، أي ليس الأمر كما يزعم أبو جهل، فلا تطعه في نهي لك عن الصلاة، ولا تبالي به ولا تخشاه، واسجد لربك في صلاتك واقترب منه. والسبب أن الله قال واسجد واقترب كما تقدم أن أقرب ما يكون العبد لربه في الصلاة هو ساجد، فقال اسجد لربك لا تطعه واسجد، يعني صلي واقترب من ربك سبحانه وتعالى. من فوائد هذا المقطع وهو ختام السورة قوله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أن المال أحياناً يفسد صاحبه ويحمله على أن يستكبر على الخلق ويرد الحق. ومن فوائد هذا المقطع قوله تعالى إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وقوله إن الإنسان لربه لكنود يعني جاحد للنعم، وقوله إن الإنسان لفي خسر يعني في، وهذا كله تقدم السور هذه، الآيات التي في السور هذه تقدم تفسيرها، وقوله إن الإنسان خلق هلوعا، وقوله إن الإنسان لظلوم كفار، وقوله وحمل الإنسان وكان ظلما جهولا، هذا شأن الإنسان من حيث ذاته ونفسه. وأما خروجه عن هذه الصفات يعني المذمومة فهو بفضل ربي وتوفيقه له ومنته عليه لا من ذاته، فليس له من ذاته إلا هذه الصفات، وما به من نعمة فمن الله وحده. فالإنسان إذا استقام على طاعة الله سبحانه وتعالى من ضمن فوائد هذه الطاعة غير الجنة أن الله يهذب أخلاقه ويكون مهذبا. في قوله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى بيان حكمة تضييقه تعالى للرزق على من ضيقه عليه، وأن من حكم ذلك أن بسط الرزق للإنسان قد يحمله على البغي والطغيان. الله رب العالمين في يعني عالم بخلقه وهو حكيم، يعني قد يضيق على الشخص رزقه
يعني يعلم مثلا سبحانه وتعالى أن هذا الشخص مآله لو أغناه الله يعني سيصدها هذا الغنى عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وبعض المرات من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يغني الشخص، يعرف سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته أن هذا الشخص غناه سيؤهله لدخول الجنة. ولذلك قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. نختم بهذا الكلام، يقول في قوله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، رب لطيف بأول السورة، إذ كان خلق الإنسان من علق. العلق هي قطعة الدم، يعني إذا تجمدت بعد الماء، ماء الرجل مع المرأة كما تقدم تفسيره تتحول إلى علقة، هذا الماء الرجل مع المرأة يتحول إلى علقة، وهي قطعة دم يجمد، وهي أحوج ما يكون إلى لطف الله وعنايته ورحمته في رحم أمه، فإذا بها مضغة ثم عظام. تتحول هذه العلقة من الدم إلى مضغة، وسميت مضغة لأنها قطعة من اللحم صغيرة يستطيع الإنسان يمضغها بين أسنانه، ثم عظام، ثم تكسى لحما، ثم تنشأ خلقا آخر، ثم يأتي إلى الدنيا طفلا رضيعا لا يملك إلا البكاء، فيجري الله له نهرين من لبن أمه، ثم ينبت له الأسنان ويفتق له الأمعاء، ثم يشب ويصير غلاما يافعا، فإذا ما ابتراه ربه بشيء من المال أو العافية فإذا هو ينسى كل ما تقدم وينسى حتى ربه، ويطغى ويتجاوز حده حتى مع الله خالقه ورازقه، كما رد عليه تعالى بقوله: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم. هذا هو ما يتعلق بهذه السورة الجليلة، سورة العلق. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام، نعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك اللهم من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيد بتأييدك، انصر به دينك وعلي به كلمتك. اللهم وفقه ولي عهد ما تحب وترضى. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.